أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج أنه لم يتم منح أي إجازات للفرق، مضيفا أنه تم قبول الملفات فقط مع إمكانية إعطاء مهلة أسبوعين لتسوية الدون والتي سيتم دراستها الأحد في المكتب الفيدرالي. من ممنوع من انتداب جذب اللاعبين وياخذين ملفات تاع اللاعبين النوادي هذه على اساس انه نمنح لهم اجل تاع اسبوع ولا اسبوعين يسوي اوضاعهم حتى يؤهل اللاعبين هذو الاجتماع تاع الفيدرالي هو اللي يعاود يدرس ولا يعاود ينكب على دراسه هذا الموضوع هذا.